بجدد التحيه مره ثانيه لحضراتكم، ويعني بدانا فقرتنا الاخباريه اللي بنناقش فيها اهم الاخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعه من الصحف والمواقع الالكترونيه. شرفنا ومنورنا فقرتنا النهارده الاستاذ الدكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. خلونا نبدا جولتنا الاخباريه من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لنيكور بينوف رئيس مجلس اداره شركه سكك حديد المانيا دوش بان. كان ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، واللواء شريف حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول استعراض التعاون بين وزارة النقل وشركة سكك حديد ألمانيا لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع. الحقيقة اللقاء يعني أولا حضور رئيس الجمهورية لمثل هذا الاجتماع ومناقشة تفاصيل كثيرة فيما يخص نقل الخبرة، لأن الحقيقة كان هناك تأكيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الاجتماع على فكرة أن احنا التعاون مع الشركة الألمانية أو سكك حديد ألمانيا ما يبقاش فكرة إدارة وتشغيل فقط، ولكن تدريب. تدريب، لأنه ده مهم دلوقتي، هو تركيز الدولة حضرتك على الاستفادة بالخبرات الأوروبية. طبعا الألمان احنا دخلنا معاهم مجالات متعددة، يعني مش سكك حديد طبعا، حاجة الكهرباء ومجالات أخرى في ريادة الأعمال والاقتصاد المتعدد الأهداف، فبالتالي أنت أمام تجربة الألمان فيها متقدمين جدا. التوجيه بالتدريب ده شامل قطاعات الدولة، لأنه في جزء منه أنت مش محتاجة تنقلي تكنولوجيا بس، إنما تدربي، تعملي كوادر، تعملي التنشئة الخاصة بيه. بده بالإضافة طبعا أنه احنا بندرب المهندسين في ألمانيا في عدد من الشركات، فده مهم أن يبقى فيه انفتاح مباشر. الرسالة اللي السيد الرئيس الألماني بيوصلها هو أنه يجالس عدد من رجال الأعمال سواء الأجانب أو المصريين، لأنه طبعا حضور المهندس السويدي برضو دي رسالة مهمة. صحيح. القطاع الخاص مشارك وأيضا ليه دور معانا، فبالتالي في رسالة متعددة الأهداف في هذا التوقيت. وأعتقد أنه الخبرة الألمانية خبرة متقدمة للغاية، يعني الألمان دلوقتي بيطوروا الأجيال المتقدمة في مجال السكك الحديدية، وإحنا أرضا منفتحين على مناطق شرق أوروبا في مجال النقل اللوجستي، حتى في مع المجر لينا برضو أخذنا خبرات. صحيح. متقدمة أخذين، ففي انفتاح على أكثر من تجربة، لكن ربما تجربة ألمانيا هي التجربة المهمة في النطاق الأوروبي. طب خليني يعني هاخد برضو من تفصيلة التدريب دي وهنتقل ليه، فكرة أن الرئيس دايما بيأكد على فكرة تدريب الكوادر وإعداد الكوادر، خاصة أن احنا كان عندنا تعديل وزاري وكان في تعديل للحقيبة وزارة التعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم. صحيح. العالي، وكان الحقيقة هناك توجيه لسيادته في أول اجتماع مع الوزراء الجدد في فكرة تدريب الكوادر إعداد صف تاني، أن أنا عندي يبقى عندي التأهيل، فكرة تغيير ثقافة التعليم نفسها داخل عند أولياء الأمور. لو ربطنا ده باهتمام الرئيس وحرصه الدائم على فكرة أن أنا يبقى عندي جيل موجود، اللي هو بدل ما كل ما أجي أدور وأقول أنا ما عنديش حد. لا، يعني خليني أقول لحضرتك، هو مهم جدا، لأنه بالفعل زي ما حضرتك أشرت وتكرمتي، هي الرسالة في المحددات السيد الرئيس قالها للوزراء وللحكومة، أنه لابد أن توضع خطة عمل في الوزارات اللي هي في عملية الإعداد الكوادر وبناء بقى الأنساق الخاصة بكل وزارة في هذا الإطار. فلازم كل وزير، عشان نتكلم كلام علمي وموضوعي في إطار سياسات، أنه لابد السيد الرئيس بيدي التوجيه، السيد الرئيس إعداد الكوادر، بيقول إعداد الكوادر، إعداد الخبرات وتنمية القدرات، بيقوم الوزير مع رئيس الحكومة بوضع خطة عمل بتعرف باسم السياسات الفرعية لكل وزارة. هذه السياسات يحاسب عليها الوزير، بمعنى أنه في أول توجيه لاجتماع برئيس الدولة أنه بيقول الأولوية رقم واحد إيه حضرتك؟ إعداد الكوادر. اتنين، انه لابد ان يكون في انفتاح على التجارب الخارجيه، ده مهم قوي. فبالتالي بتبقى دعوه السيد الرئيس لابد ان تترجم الى سياسات محدده وفق السياسات العامه لكل وزاره. صحيح. فده مهم جدا حضرتك تعملي بيه، عشان يحاسب الوزير بعد فتره على ما قام به في اطار توجيه السيد الرئيس ليه في اعداد الكوادر في كل المجالات. طبعا في خطه العامه زي ما حضرتك تعلمي 2030. صحيح. ففيها ده كل ده، لكن هي طبعا كل وزير مفترض انه بيجي عنده الرؤيه او المقاربه الكامله في هذا الاطار. صحيح. طيب خلونا نروح لاخبار مجلس الوزراء، لان دكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع لمتابعه اجراءات زياده التعاون البحري بين مصر ودولتي تونس والجزائر، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل.
النقل. خلال الاجتماع استعرض وزير النقل إجراءات زيادة أوجه التعاون البحري المشترك بين جمهورية مصر العربية وكل من تونس والجزائر، مشيرا إلى مذكرات التفاهم الموقعة في هذا الصدد بين الحكومتين ومصر، والتي تتعلق بتفعيل أطر التعاون في مجال النقل البحري وكذا مشروعات مذكرات التفاهم المقترح التوقيع عليها مستقبلا علشان يتم الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق في هذا المجال الحيوي، سعيا لتحقيق مستهدفات زيادة أنشطة النقل البحري في البلدان الثلاثة. يعني اللي هيبص على الخريطة مصر وتونس والجزائر على البحر المتوسط وفكرة ان انا يبقى عندي نقل بحري يليق بالدول الثلاثة وبما يليق بالأوضاع بقى لو حبينا نتكلم العالمية في القارة الأوروبية، الخط ده ازاي وتوقيته يا دكتور صالح؟ هو مهم لانه طبعا دلوقتي في حضرتك تعلمي ان في حركة نقل كبيرة بحرية، بتتغير خطوط غاز، بتتغير خطوط نقل لوجستي، ففي مشروعات كتيرة بتتعمل منطقة الشرق المتوسط، وانت حضرتك طبعا تواجدتي فيها وعملتي منتدى الغاز وعملتي المنظمة الإقليمية للغاز ورسمتي حدود مع قبرص ومع اليونان، ففي تحرك مصر في منطقة المتوسط. طبيعة الحال العلاقة مع الدول الشقيقة سواء تونس الجزائر المغرب، دي علاقات مهمة جدا تبني عليها، وكان في تحركات مصرية كبيرة، بالإضافة طبعا للتواجد المصري في ليبيا إلى حين طبعا أن تتعافى الدولة الليبية من حالة عدم الاستقرار، ففي تحركات مرتبطة بمشروعات. هي القضية مش مذكرات تفاهم، لأن في لجان مشتركة حضرتك مع الأشقاء في الجزائر، زيارة الرئيس عبد المجيد تبون للقاهرة اللي كانت منذ عدة أشهر، كان مهم جدا يطرح ده ان انت تعملي تعاون لوجستي، تعملي تطوري حركه المواني، يبقى في حركه تجاريه. الربط مع المتوسط ده مهم جدا، لان زي ما حضرتك قلتي فعلا النطاق الاوروبي مهم جدا، واحنا طبعا منفتحين دلوقتي على اوروبا، عملنا اتفاق الثلاثي مصر واوروبا في موضوع نقل الغاز، تسهيله في ايدكم ودمياط وبنصدر للاوروبيين، فبالتالي في اتفاق ثلاثي ده محتاجه حضرتك تعملي تعاون ثنائي وثلاثي ومتعدد الاطراف في المنطقه دي. اعتقد انه طبعا التنسيق مع الأشقاء في الجزائر ومع المغرب، مع المغرب كمان بالمناسبة مش تونس بس، اللجان المشتركة مهمة جدا. وزيرنا سامح شكري كان في المغرب منذ عدة أشهر وكان متواجد، فبالتالي في طرح مصري للتعاون مع المنطقة المغرب، وده بيشير لحضرتك أن عين مصر على منطقة الخليج وأيضا إلى المنطقة المغربية، مرورا بقى بمناطق التماس السياسة الخارجية المصرية اللي هي الدوائر الجديدة في السياسة الخارجية المصرية، لأن احنا عملنا دوائر جديدة فترة الرئيس السيسي، تأسيس دوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية تتجاوز السياسات التقليدية. يعني انت كان عندك دوائر قديمة منذ أيام الرئيس عبد الناصر زي ما حضرتك تذكري، الدائرة العربية والإفريقية، والنهاردة لا، بتبني دوائر جديدة مختلفة في دوائر نفوذ. دائرة الشرق المتوسط دي دائرة جديدة تم طبعا تنميتها في فترة الرئيس السيسي، المنطقة أيضا الاستدارة شرقا، المنطقة اللي ناحية آسيا، النهاردة بتتحركي في دوائر عديدة، كل ده مهم لتحافظي على مصالحك الاقتصادية. يعني مش عارفة ليه لما قريت هذا الخبر تحديدا يعني افتكرت كان هناك تقرير نشر في إحدى الجرائد الأوروبية كان بيتحدث بعد حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية مباشرة، وتحدث تحديدا عن الجزائر وأن هي الدولة المؤهلة لفكرة أنها تحل محل إلى حد ما روسيا في مسألة الغاز، لولا أن العلاقات اللي بتربطها بروسيا ممكن أنها تجعلها في وضع محرج. مش عارفة ليه حسيت أن أنا هقول لحضرتك، هو طبعا مصر والجزائر ونيجيريا وعدد وقطر بالزبط. هناك عدد دول في الإقليم مرشحة لأنها تعمل إمدادات للغاز بالزبط. وجزء منها اتفاقية زي ما أشرت لحضرتك، اتفاق الثلاثي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي بالزبط. وده مهم كان يتعمل في توقيت، وإحنا كنا أسرع دولة في المنطقة أن إحنا عملنا ده بالزبط. هما بيخططوا مع الجزائر وبيخططوا مع نيجيريا وبيخططوا مع قطر، كل دي مجهودات متحركة في هذا الإطار. ربما البعد السياسي للعلاقة الجزائرية مع روسيا من جانب ومع الولايات المتحدة هيبقى ليها يعني تأثيرات وارتدادات مباشرة. ميزة التحرك المصري اللي استبق الجميع ان مصر ليها علاقات متوازنة مع الاطراف الاقليمية والدولية، وانت ليكي تحرك مع روسيا وتحرك مع الامريكان، وكان زيارة لافاروف للقاهرة بالزبط. وكان مهم جدا انه يأتي في هذا التوقيت لنقل رسالة ان احنا علاقات متوازنة مع الاطراف الاقليمية، وطبعا العلاقات مع الامريكان هناك طبعا مساحة كبيرة من التقارب برغم بعض المناكفات بيننا وبين الولايات المتحدة، لكن في النهاية انت تقيمي علاقات متوازنة نموذج ليه العلاقات في الإقليم. الجزائر عينها على ده، والجزائر بتخطط أنها تكون أيضا مركز لإمدادات الغاز في المدى الطويل. صحيح.
طيب خلونا نروح لخبر آخر. عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وداء الزراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويبينار بعنوان نحو قمة المناخ، مقدمة للعمل المناخي وخطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وده عن بعد بمشاركة الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد. عقد بالتعاون مع منظمة UNIDO وبيهدف لمناقشة استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 وخلق فهم للمصطلحات وقضايا تغير المناخ الرئيسية. دكتورة شريفة قالت إن الويبينار يعد الأول ضمن سلسلة حول تمكين الشباب بشأن قضايا تغير المناخ والتي تأتي في إطار التحضير لدور مصر في استضافة مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. أكدت إنه بيتم العمل من أجل خلق الوعي حول العديد من المبادرات بما في ذلك سفراء التنمية المستدامة سفراء المناخ. أكدت أن الشباب هم المستقبل وأن العمل معهم عن كثب هو السبيل الوحيد لمستقبل مستدام، مشيرة إلى أهمية العمل الجماعي لخلق مستقبل أفضل للجميع. ومن جانبه أشار السفير حازم زكي خلال كلمته الافتتاحية إلى اهتمام مصر باستضافة مؤتمر المناخ COP27 نيابة عن القارة الإفريقية، والذي يأتي انعقاده في توقيت مهم ومرحلة بالغة الدقة حيث يشهد العالم تحديات خطيرة، مؤكدا أن مصر تسعى من خلال دورة مؤتمر تغير المناخ هذا العام على ضرورة التركيز بشكل أكبر على تنفيذ كافة التعهدات السابقة، إيجاد السبل العملية لتطبيقها بدلا من التركيز فقط على تقديم تعهدات جديدة. خلينا يعني عايزة الحقيقة الخبر فيه أكتر من نقطة، سواء التحركات اللي بتتم في الدولة المصرية وبتقوم بها الجهات المعنية في فكرة زيادة الوعي والثقافة صحيح. نحو ثقافة تغير المناخ وما يحدث الآن في العالم من تغير مناخ والكوارث اللي احنا بنتوقع ان العالم يبقى مقتم عليه، هذه الجزئية بتحتاج برضو اخد رأي حضرتك فيها، هل احنا فعلا عاملين فكرة ان احنا هنقدر ان احنا نوصل لعدد كبير من الناس؟ لو حضرتك تذكر معنا احنا كان في مسألة التربية البيئية وعقد مؤتمرات ستوكهولم وموسكو وحاجات كتير كانت بهدف ان احنا نعرف الناس ان احنا محتاجين نحافظ على البيئة. النهاردة الوضع احنا بنتكلم دلوقتي على مفهوم جديد للبيئة بالزبط. وده هيترجم بطبيعة الحال في النسخة بتاعت قمة شرم الشيخ، لكن هي المشكلة مش في كده، المشكلة انه في هناك حالة من التباين والتجاذب في مواقف الدول الأوروبية تحت تحديد المفاهيم، تحديد المفاهيم أي بيئة نقصدها، يعني هل أنت بتكلمي حضرتك على مشاكل البيئة التقليدية، بتكلمي على الانبعاثات الحرارية، بتكلمي على التزامات الدول، بتكلمي على اتفاقية باريس، في جملة من المشاكل المتعلقة بعدم وجود اتفاقات جمعية بين هذه الأطراف. دور القاهرة هو إنجاح المؤتمر في النسخة الجديدة بتعريف المواطن. النهاردة احنا بنقول المواطن العالمي، يعني المواطن اللي عايش في مصر زي المواطن اللي عايش في أي دولة في العالم بالضبط. في قضايا بتهمه النهاردة، في قضايا متعلقة بالتغيرات المناخية اللي حضرتك شايفة المناخ في مصر مش هو اللي كان موجود، في التزامات كنا بنتكلم في نسب 1% من الالتزامات النهاردة محدش عايز يلتزم بده. مصر طرحت فكرة حضرتك ان احنا ناخد تعويضات من الدول، يعني الدول الإفريقية تاخد تعويضات من الدول الأوروبية نتيجة لما جرى طبعا، وده في مؤتمر باريس المؤتمر الأخير اللي هو في جلاسكو. السيد الرئيس في كلمته لو تذكري حضرتك في آخر باراجراف في الكلمة أوصى بذلك إن إحنا لابد أن تكون هناك تعويضات. المؤتمر الجديد اللي هيتعمل في مدينة الشرم ليه رسالة مهمة جدا، إن في تواصل في طرح فكرة البيئة الجديدة. احنا بنتكلم على اسماء جديده، بنتكلم على امن البيئه ودي مجالات جديده، بنتكلم على اتفاقات اكثر رشاده وتوازنا للعالم، ان حضرتك ما تتاثريش وانت في افريقيا مما يجري من سياسات. المقاربه الروسيه في المؤتمر الاخير والصينيه محل نقاش، فانت مش بتتكلمي على الطاقه النظيفه او الاقتصاد الاخضر او بتتكلمي على النيتروجين، بتتكلمي على اجراءات لازم الدول الكبرى تلتزم بيها. إذا لم تلتزم فحضرتك كدول نامية أو دول غير متقدمة ودي موجودة في نطاقات كثيرة من العالم تتأثر. وبالتالي مؤتمر الشرم هيطرح المقاربة دي اللي هي إيه؟ كيف نتعامل مع اقتصاد الاقتصاد الأزرق؟ كيف يمكن أن نتعامل مع إشكالية الانبعاثات الحرارية؟ كيف يمكن أن نحيي فكرة اتفاقية باريس؟ لأنه في اتفاقيات أخرى لم يلتزم بها المجتمع الدولي، وبالتالي ما ينفعش أن احنا نتكلم النهاردة على بيئة نظيفة وعالم أكثر تجاوبا مع كل هذا الطرح في ظل
تصميم الدول الكبرى على استخدامات الطاقة بهذه الصورة، وطبعا عدم الالتزام بنسب 1% اللي احنا قلنا الحد الأدنى وقتها، ان ده هيعمل لحضرتك مشكلة على المدى الطويل في تأثر المناخات. طبعا ده جاي بقى في نسب الحرارة، الأمن الطاقة نفسه كقضايا متعددة. وخلينا نكون امين وصريح مع حضرتك، الامم المتحده اليونايتد نيشن نفسها فشلت في ده. فانت النهارده النسخ اللي انت بتشتغلي عليها هي نسخ للدول. احنا هنستضيف طبعا قمه الشارمه، وبعدين الامارات هتستقبل النسخه اللي بعديها، ففي طبعا هيبقى تاثير على ان دي معموله في دول في الشرق الاوسط. ربما احنا مصر هتبقى ساعيه جدا. احنا اتحركنا بالمناسبه تحرك رائع، لجسة الدوله ومؤسستها واللجنه العليا اللي بترأسها وزير الخارجيه سامح شكري، في تحركات مهمه جدا ولقاءات تمت على كافه المستويات، وان شاء الله النسخ هتكون يعني اقوى وافضل من نسخه جلاسكو بكتير، يعني لان مصر باذله مجهودات كبيره. هو الحقيقه الواحد يعني هي الحقيقه القضيه مش فكره ان يعني هي مصر هي الدوله المستضيفه، علشان بس الناس تبقى فاهمه، لان ربما ان احنا ما نوصل او ما يعني مصر عندها رؤيه وعندها هدف محدد في رؤيه لانجاح المؤتمر، لإنجاح ومش المؤتمر. هنقف قدام انها مين هيشارك، شركات، مؤسسات بالزبط. مجتمع مدني، في تظاهرات هتحصل، في ناس جايه تتكلم على الاقتصاد الاكثر حضورا، انه شخصيات المهتمه باحزاب كثيره، طبعا هتبقى في مشاركه دوليه كثيره، لانه حتى الالمان هيشاركوا بقوه، وفي دعوه وجهت للرئيس الامريكي جو بايدن. طبعا في كل ده هتبقى يعني فرصه جيده لاعلام العالم بما يجري في مصر. خلي بال حضرتك ده هيترجم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني في مصر في صوره جيده، احنا ان شاء الله تعالى نستثمرها في مجالات متعدده. صحيح. طيب خلونا ننتقل بقى للشان الدولي، لان الحقيقه عندنا مجموعه كبيره من الاحداث بتحصل في العالم، واحنا خلاص عرفنا ان احنا مش بمعزل عما يحدث في دول العالم المختلفه. اكد لويد اوستن وزير الدفاع الامريكي الالتزام المتبادل ما بين الولايات المتحده واليابان بتعزيز التحالف فيما بين واشنطن وطوكيو. وقال تود بيرسيلي القائم باعمال المتحدث باسم وزاره الدفاع الامريكيه البنتاغون في بيان صدر في هذا الشان، ان خلال اتصال هاتفي بين اوستن ونظيره الياباني، حيث هنأه الوزير الامريكي على منصبه الجديد كوزير للدفاع. واشار بيرسيلي الى ان اوستن بحث خلال الاتصال الهاتفي سبل تعزيز روابط الصداقه العميقه ما بين شعبي الولايات المتحده واليابان، واوضح ان الوزيرين تبادلا ايضا وجهات النظر بشان مجموعه واسعه من قضايا الامن الاقليمي والتعاون في عدد من المبادرات الدفاعيه التي تستهدف ضمان حريه وانفتاح منطقه المحيطين الهندي والهادي. حقيقة لما بقرا الخبر وفكره العلاقات المتبادله ما بين الولايات المتحده واليابان، بيجي على الجانب الاخر يعني الصراع والمناوشات اللي بتحدث ما بين الولايات المتحده والصين. طبعًا. هل ممكن نربط ما بين طبعا الاتنين؟ لانه طبعا الولايات المتحده دلوقتي بتعمل اعاده تموضع لاستراتيجياتها في هذه المنطقه، وبالتالي جزء من الاستراتيجيه ده مرتبط حضرتك بحاجتين، هو اعاده تاكيد الشراكه الامريكيه مع الدول الحليفه الرئيسه اللي هي اليابان طبعا، وطبعا معاهم كوريا الجنوبيه. لكن خلينا اقول انه الهدف من الاتصال هو ترتيب للاجراءات الامنيه في نطاق التجمع الجديد اللي الامريكان بيعملوه. تجمع بيضم طبعا الهند، بيضم اليابان، بيضم استراليا، بيضم الدول الحليفه في منطقه جزر الهندي. وبالتالي بنتكلم على اجراءات وترتيبات امنيه. الاتصال صحيح انه اخذ طابع بروتوكولي، لكن هو تاكيد لشكل ونمط التحالف العسكري الاستراتيجي اللي الامريكان بيعملوه. الامريكان بيعملوا النهارده تحالف في نطاق جنوب شرق اسيا. الهدف منه ايه حضرتك؟ زي ما حضرتك اجابتي، رساله لروسيا ورساله الى الصين. طبعا الصين الان هناك مشكله متعلقه بالسادات العسكريه في موضوع تايوان، وطبعا في جزء منه مرتبط ب ان الصين تريد ان تقول ان هذه المنطقه، منطقه بحر الصين الجنوبي وما يجاورها ومناطق التماس، دي منطقه لا تحتمل انصاف حلول واشباه خيارات، زي منطقه بحر القزوين بالنسبه لروسيا. وبالتالي دي احنا راجعين للعالم مره اخرى حضرتك، وارجو ان ننتبه لهذا، لاعاده تقسيم دوائر النفوذ في العالم مره اخرى، بمعنى ان الولايات المتحده النهارده بتعيد ترتيب حساباتها وتموضع قواتها في مناطق نفوذها التقليديه، لكن لا مانع انها تدخل في مناطق جديده لتمثل مشكله ومناكفه للدول الاخرى. الدول الكبرى زي الصين وروسيا ايضا تريد ان تحافظ على نطاقاتها الاستراتيجيه، وايضا الدخول في مناطق متماسه مع الولايات المتحده. عشان كده تلاقي حضرتك ايه، في تنسيق ناحيه مثلا صيني مع روسيا، مع كوريا الشماليه في نطاق التحالفات التقليديه، لكن ما يستجد هنا هو بناء التحالفات فوق التقليديه اللي هي مناطق التماس الاستراتيجيه. وبالتالي في دوائر متقاطعه جدا ومتفاعله في هذه المصالح.
بس دكتور طارق ليه ده؟ يعني انا مش عارفه ليه لما بنقرا المشهد في الخارج بحس ان احنا رجعنا تاني لفكره اعاده ترسيمات الحدود، او مش هو يعني مش هو المصطلح ده، بس فكره ان انا كل دوله عايزه ان تبقى يعني حدودها، وفي دول اخرى بتسعى انها تخرج اماكن من ضمن حدودها والسيطره. النطاقات يعني انا مش عارفه اوضح المصطلح، بس ده انا عندي احساس ان احنا داخلين في الدايره دي في العالم كله، يعني فيما يتعلق بتايوان والصين، فيما يتعلق بروسيا واوكرانيا، فيما يتعلق ب زي ما حضرتك بتتكلم في بعض الاماكن التماس ما بين الصين والولايات المتحده. يعني شايفه المشهد حضرتك شايف المشهد حضرتك سياسيا احنا بنقول نظريه الاستقطاب الثنائي والمتعدد، ان انت حضرتك قوه رئيسه فمعاكي قوه فرعيه بتقسمي دوائر النفوذ، وده في مراحل عمر النظام الدولي حصل في مرحله بعد الحرب العالميه الثانيه، ان انا بقسم خرائط النفوذ والخرائط دي جزئيه وكليه وبتاخد اشكال راسيه وافقيه مع هذه الدول. الان يعاد نفس مرة أخرى بشكل آخر، إحنا بنسميها تفاعلات الخرائط الإقليمية والدولية، بمعنى إن دي مناطق تتبع حضرتك وفي مناطق بتتبعني، وأنا ببني استراتيجيتي بحط دول أخرى في نطاقات اللي هي تشمل هذه الدول. فبالتالي لازم نقف قدام ان الصين اخذ تايوان على انها دي منطقه نفوذ استراتيجيه من سنوات طويله. بالزبط. اللي هيقترب منها هيبقى مهدد ليها، زي ما سيادتك عارفه انه منطقه روسيا وما يجاورها دي منطقه اللي احنا بنسميها الفضاء الروسي، اللي هو لا يسمح فيه لاي تمدد لاي قوه اخرى لتهديد الامن القومي الروسي. بالزبط. وبالتالي روسيا ممكن تخرج لحرب اوكرانيا واي دوله اخرى اذا هدد هذا النطاق الخاص بتاع الفضاء الخاص بيها. دي دوائر النفوذ المتفاعله. بس خلي بال حضرتك بقى هذه المنطقه فيها خطوره. ليه؟ لان دي اغلبيه دول الاعضاء النووي دي موجوده فيها. فبالتالي اي خطا قد يؤدي الى صدمات، صحيح انها محسوبه حتى الان، وصحيح ان لم تقع مواجهه غير مقصوده، لكن في النهايه انت تتعاملي مع قوه نوويه كبيره. يعني بتتكلمي على الهند، بتتكلمي على روسيا، بتتكلمي على الصين، دي كلها لا تحتمل إن إحنا ندخل في مواجهات محسوبة وحذرة حتى الآن، لكنها بطبيعة الحال متفاعلة وممكن تتطور في أي لحظة لسيناريو صفري. مش هينفع أجيب سيرة الولايات المتحدة الأمريكية غير لما أتكلم عن كمان ما يحدث ما بين التفتيش بمنزل ترامب الحصول على وثائق، يعني برضو لازم أعرف وجهة نظر حضرتك. يعني خلينا أقول هو طبعا ده مظهر جديد في الولايات المتحدة، لكن هو مرتبط بالعملية الانتخابية. يعني هذه التحقيقات التي استمرت بعض الوقت وهدأت طوال منتصف الولاية اليوم بتصعد بصورة كبيرة. أنا في تقديري الشخصي هناك تجاذب فدرالي ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، وده هيرتبط طبعا بالانتخابات التمهيد النصفي، طبعا هيبقى ليها تأثيرات كبيرة. لكن خلينا أقول أخطر ما يوجد الآن في أمريكا هو استمرار ظاهرة الشعبوية الفوضوية ممثلة في أتباع ترامب، لأن هؤلاء لا يزالوا موجودين ويهددوا فعلا في أداء دور في الفترة المقبلة. أكيد. أنا بشكر حضرتك جدا الأستاذ الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. شكرا جزيلا، نورتنا يا فندم. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا الإخبارية. هنروح لفاصل، بعد الفاصل انتظرونا، عندنا فقرة يعني الحقيقة مهمة جدا، لأن مصر وهي بتبني وداخلة على الجمهورية الجديدة مش بس بتبني مباني ومش بس بتعمل بناء خرساني، لا، بعد ما أصبحت القاهرة عبارة عن كتلة خرسانية لا شكل لها، احنا بدأنا نعيد الطابع الحضاري مرة أخرى للإنشاءات اللي بتحصل. بدأنا نقيم الأمور اللي كانت موجودة ونعيد ليها شكل حضاري تاني، سواء في اللي يعني اللي كان مبني أو في اللي بيتبني جديد. بعد الفاصل انتظرونا.